قول لي ولا فرق معايا يا جماعه، مين سالك مين بصر؟ يا دوستو يا مايك يا الفانكشن في حته مهمه جدا اللي هو الميكانيزم اللي بيعمل ريجوليشن لعمليه دخول وخروج هذه المواد، ودي من اشهر واجمل الاسئله اللي بتتكرر عندي في المحاضرات ودايما في امتحانات كتيره، وهي ازاي تحكم في دخول وخروج المواد. عندي أربعة ميكانيزم، أربع طرق. طريق بنقول عليها سيمبل ترانسبورت أو ديفيوجن، يعني بينتقل بقوة الدفع، زي ما أنا كده أبقى ماشي في طابور زحمة، مش محتاج إن أنا أبذل مجهود، بلاقي نفسي اللي قدامي بيزقني واللي ورايا بيزقني، بمشي بحكم إيه الدفع، مش محتاج أي مجهود أعمله فيها. كارير ميديتد يعني لازم يبقى فيه عربية تنقله من بره لجوه والعكس. بعد كده فاجوسيتوزيس، ودي كلمة فاجوسيتوزيس تطلق فقط مع الأشياء الصلبة، نقول عليها الخلية تأكل. يحصل انبعاج من السلمبرين للداخل ويبقى عامل بالظبط زي الفم أو الفك، يلتهم هذه المادة الصلبة ويلف حولها الغلاف وتنطبع كده تخش داخل الخلية. بينو سيتوزيس بنوع على الخلية بتشرب، وده ينطبق فقط على الخلية المواد السائلة، ينطبق عليها يا جماعة على المواد السائلة. يبقى لما فاجوسيتوزيس الخلية بتاكل، بينوسيتوزيس الخلية بتشرب، يبقى ده التهام مواد صلبة وده التهام المواد السائلة. هنا ده شكل توضيحي، والحاجات المهمة برضو لازم نذكرها ونحفظها. ده البايليبيد، عندنا طبقات خاصة بالفوسفوليد، طبقة فوق طبقة تحت ماسك فيها الفوسفور، فيها حبيبات الكوليسترول بتدي الانتجريتي، فيها البايندنج سايتس بتاع البروتين اللي زي فين شايفينه ده. هنا المنطقه الخارجيه دي اسمها اكسترا سيلولار فلويد، يعتبر السائل اللي خارج الخليه، اللي جوه ده يعتبر سيتوبلازم او انترا سيلولار فلويد. لما اجي اشوف اهو طريقه، ادي صوديوم وبوتاسيوم، بوابه بتدخل وبوابه بتطلع عن طريق بعض السايتس، تشانل ممرات تسمح بدخول بعض المواد وتخرج، عن طريق برضه طريقه انابيب وتخرج، عن طريق ريسبتور. كل ده يا جماعه بيمثل نوع من اشكال توضيحيه ازاي
الحاجة بتخش أما عن طريق الممرات، عن طريق فتحات، عن طريق ريسبتور زي المواد البروتينية مع الإنزيمات. لما نيجي نشوف بعد كده، يبقى احنا كده نرجع تاني عشان الناس تبقى معانا متابعة. اتكلمنا على البلازما ممبرين تركيبه ايه وحدوده ايه وبيمثل عندنا شكل، وكده اتكلمنا على الفانكشن بتاعه، والفانكشن بتاعه ده بيتكرر كتير قوي في الاسئله، بالاضافه الميكانيزم ريجوليت الديفيوجن. ده 4 ميكانيزم عندي، خلي بالي منهم واهتم بيهم كويس قوي. ماشي يا جماعة؟ بعد كده هننتقل للجزء الثاني. لو سمحت يا دكتور ممكن تعيد الفانكشن؟ حاضر. الوظيفة للبلازما ممبرين، أول حاجة تعمل سبورت دعم، بالإضافة اللي بتخش فيه قوة تركيب الخلية نتيجة حبيبات الكوليسترول، بتدي قوة للخلية بتدعمها، يبقى أنا سبورت وستراكشر انتجريتي، انتجريتي يعني قوة الخلية. الحاجة التانية بتتحكم في دخول المواد اللي بتخش جوه الخلية ويتحكم في المواد التي تخرج بره الخلية. الحاجة التالتة في اللي هو الميكانيزم ريجوليت الديفيوجن، في 3-4 ميكانيزم بيتحكم فيهم السيل ممبرين. انتقال بطبيعة الحال نتيجة تدافع الجزيئات، مش محتاج يبذل فيه أي مجهود، ده اسمه سيمبل ديفيوجن ترانسبورت. طريقة تانية لانتقال المواد من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل بحاجة اسمها كارير ميديتد، يعني بيحتاج مواد حاملة بنوع عليها زي العربيات يتحمل عليها تطلع بره أو من بره لجوه أو العكس. ثم قلنا كلمة فاجوسيتوزيس، فاجوسيتوزيس اللي هو الخلية تأكل، الخلية بتنبعج وتبدأ تعمل انبعاج للداخل وتعمل انجلف، يعني انجلف تلتهم المواد الصلبة تسمى فاجوسيتوز. لما يبقى المواد الصلبة دي تبقى مواد سائلة اسمه بينوسيتوز. هنا الخلية يقول لك بتاكل، هنا الخلية تسمى ايه، هنا بتشرب. ده الوظائف اللي عندي. ماشي يا جماعة؟ هننتقل للعنصر الثاني يا جماعة اللي هو السيتوبلازم، اللي هو السيتوبلازم. السيتوبلازم اللي هو احنا قلنا السائل اللي هو داخل الخلية، اللي هو عبارة عن ايه؟ سيمي ترانسبيرنت فيسكس، فيسكس يعني لزج، جيلي لايك سبستانس. طيب اجي لك في الامتحان وادي لك التعريف ده واقول لك نيوكليوس از سيمي ترانسبيرنت فيسكس اند جيلي لايك سبستانس، صح ولا غلط؟ انت حضرتك بقى من الاجابه تقول طبعا دي غلط، دي خاصه بالسيتوبلازم. في كم كلمه كده، كلمه ايمالشن يعني مستحلب، بنقول عليه كوليدال سيستم كومبوزد اوف سوليد اند ليكويد ماتيريالز، هي دي كلمه جيلي لايك سبستانس. يبقى جيلي لايك سبستانس يا جماعه مرادف ليها ايمالشن، ايمالشن يمكن اخف شويه من جيلي، عباره كلمه كوليدال يعني ايه، هي المرادف اللغوي مباشره لكلمه جيلي. الكيميكال كومبوزيشن للسيتوبلازم بتكون ايه، المواد اللي موجوده فيه 80% ووتر، 12% مواد بروتينيه، 5% دهون، 2% تمثل الاحماض النوويه اللي هو الدي ان اي والار ان اي، 1% بعض الاسترويدز اللي هي تعتبر زي نوع من انواع الدهون اللي هي بتخش في قاعده الهرمونات. شكل
سيتوبلازم ايه الاستراكشر اللي موجوده فيه تديله شكل او طال. هو يعتبر ايه؟ جيلي. ده الجيلي ده السائل بيعوم فيه ايه؟ بيعوم فيه حاجات بنقول عليها نال ليفنج ستراكشر بتسمى، يا اما بنقول عليها اللي هو ديتوبلازم او بنسميها ميتابلاستيك انكلوجنز اللي هي بنقول عليها المواد الصلبه، اذا كان بقى كريستالات ولا بيجمنت ولا صبغات او ما شابه ذلك. وفيها بقى اللي احنا عارفينهم بقى يا جماعه مين؟ الليفنج ستراكشر اللي هم بيقوموا بعمليات حيويه وبيحتاجوا اكسجين وبيطلعوا نواتج اخراج، فعشان كده اطلق عليهم يا جماعه ليفنج ستراكشر، بنسميها الاورجانيلز سواء ممبرينس او النون ممبرينس اورجانيلز. طيب زي ما احنا شايفين كده يا جماعه الشكل عندي، ادي السيتوبلازم الجيلي، وادي ده شكل كاراكتيري او بنقول عليه دايجراماتيك بيوضح النواه النيوكلاس وحواليها السيتوبلازم، وادي السيل ممبرين اللي حواليها بيحيط. هنا داخل الخليه برضو ده شكل الخليه برضو تاني، ادي النيوكلياس وادي جواه النيوكليولس وادي الاورجانيل سواء الرف اندوبلازميك ريتيكولوم هذه الصوره او السموث اللي هو معلوش الرايبوزومز سموث اندوبلازميك، الجولجي اباريتس اللي مسؤول عن تخزين وتكثيف البروتين، الباور هاوس الخاص بانتاج الطاقه الاي تي بي اللي هو الميتوكوندريا. زي ما احنا شايفين البارتكل دي يا جماعه الصغيره دي، البارتكل دي ادي الخلايا بيحصل لها انبعاث داخلي وتبدا تعمل انجلف يخش جواها هذه الاوبجكتس او اللي هي السوليد ماتيريال، بعد كده تنفصل هذه الدايره ويلتحم الممبرين من هنا مره اخرى وتصبح كانها كوره فيزيكال داخل الخليه، ونقول هنا الخليه عملت يا جماعه فاجوسيتوزيس. طب لو الكلام ده كان سائل بنفس الاكشن والميكانيزم نقول عليها ايه يا جماعه؟ بينوسيتوز. بنقول عليها ايه؟ بينوسيتوز. طيب في عندي ايه تاني؟ هناخد النون ليفنج ستراكشر الاول، احنا قلنا على ميتابلاستيك او الديوتوبلازم انكلوجنز عباره عن ايه؟ عباره عن نيوتريتيف انكلوجن اوف بروتوبلازم، عباره عن مكونات غذائيه من تمبري مؤقته برودكت سواء اخراجيه افرازيه يعني بيتم افراز بعض المواد الكيميائيه، او اكسكريتوري يعني اخراج المواد الوست برودكت، او عباره عن مواد ستورج ماتيريال مواد مخزنه زي سكر مركب جلايكوجين زي دهون فات دروبلت امينو اسيد او ما شابه، او ستراكشر زي البيجمنت اوف هير اند ايز اللي هي المواد الصبغيه زي موجوده في خلايا الشعر او خلايا العين اللي هي بتدي لون الشعر بتدي لون العين. وزي ما اتفقنا برضو بنعيد الكلام للناس، انا الفانكشن ده عندي التركيب والفانكشن، ويمكن الفانكشن اهم كمان بصوره عاليه جدا بهتم بيه جدا، الفانكشن بتاع النون ليفنج انكلوجن اللي موجوده في السيتوبلازم وظيفتها بتحتوي على سولتس املاح مينرالز خلاص معادن وأورجانيك مولكيولز. ايه تاني؟ سراوندز بتحيط الاورجانيلز. الفانكشن التاني بتاعها important for chemical reaction اللي بتحدث في بقيه العضيات. هنا بس هنبدا كده ناخد بس كده مثال عشان خاطر برضه الناس ما مت... الناس اللي عماله تعلم بالوان يا جماعه ارجوكم انتوا بتخيلوا الناس الثانيه. الليفنج ستراكشر اللي بنسميها اورجانيلز اول نوع منه اللي هو اللي فيه ايه؟ اللي فيه ممبرين اللي فيه غلاف من بره، والنوع الثاني اللي هو نون ممبرينس. الممبرينس طبعا هو الاهم والاقوى واللي هو دوره اعلى جدا داخل الخليه، اللي هي بقى اول واحد من الممبرينس اورجانيلز اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولوم. لو سمحت يا مصطفى وزمايلك وكل الناس تعمل جدول وتجمع فيه ابتداء من الاورجانيلز الممبرينس، تكتب الاسم
تكتب اللي بيبقى موجود فين، تركيبه ايه ووظيفته. جدول ماشي حبيبي، وبرضه ابقى اشوفه ممكن متقابل في المحاضره. خلاص تمام يا دكتور. مثلا انا ادي مثال، اول واحد اندوبلازم كريتيكولوم اللي هو شبكه الاندوبلازم الكريتيكولوم. دي في منها نوعين الاندوبلازم كريتيكولوم يا جماعه، في نوع منها بيبقى ناعم بنقول عليه سموث اختصاره اس اي ار، ونوع بيبقى رف يعني عليه حبيبات من ماده من بتسمى الرايبوزومز اللي هي مخزن جواها مواد بروتينيه، فبتبقى باينه ان هي كانها خشنه، فبنسميها رف اندوبلازم واختصارها ار اي ار. طيب مثال بيقول لك اسم اخر بيطلق على اندوبلازم كريتيكولوم بنسميه اللي بنقول عليها ارجا. خلاص ارجا ستور بلازم، ارجا حتى جايه من كلمه ستور اهو، وبلازم هنا بروتين الماده اللي هي مصانع تصنيع وتخزين البروتين. موجوده فين الاندوبلازم؟ قال لك في كل الخلايا التي تحتوي على نواه، لان هي مرتبطه يا جماعه بغلاف النواه الخارجي للنيوكلير انفلوب، بتطلع منها شبكه الاندوبلازم كريتيكولوم. اذا تقدر تقول لي في الصح وغلط في الاسئله اهو، ناس تكتب ورانا، ان اجي ادي لك مثال ان انا عندي بعض انواع الخلايا في الجسم بيبقاش فيها نواه، هتقول لي زي مين؟ هقول لك زي كرات الدم الحمراء الغير ناضجه اليانج، خلاص بتبقى نيوكليتد اللي هي الصغيره، والناضجه خلايا كرات الدم الحمراء الناضجه اللي هي بتمشي في جسمنا وبتشيل الاكسجين وبتشيل كل المواد الغذائيه، لا يوجد فيها نواه، لا يوجد فيها نواه. وبالتالي طالما ما فيهاش نواه ما فيهاش اندوبلازميك ريتيكولوم. طيب تاني، الاندوبلازميك ريتيكولوم موجود فين يا جماعه؟ موجود في كل النيوكليت السيل. الاستراكشر بتاعه عباره عن شبكه نتورك من بارل من برين من برين بصوره مرصوص بطريقه بصوره متوزعه لبعضيها، فلاتند يعني عريضه، او بصوره ساكس كانها جيوب، او في صوره كور فيزيكولار سبيس بنسميها سيسترنا. يبقى شكلها عباره عن شبكه من الممبرين المسطح او مفلطح، او فيها جيوب او فيها كريات بتسمى سيسترنا. اللوكيشن بتاعها موجود في الاندوبلازم، قال لك موجوده ما بين النواه وبين البلازما ممبرين لانها امتداد للنيوكلير انفلوب. بتبقى موجوده في اليانج نيوكليتد ار بي سيز وموجوده ابسنت، وده سؤال اهو اهو، ده سؤال السطرين ده سؤال في الاختياري او صح وغلط. اجيب لك والعب لك، اقول لك الماتيور اللي موجوده فيها، لا ده انا بقول لك الماتيور مش موجود فيها لان ما فيهاش نواه، ولكن اليانج ار بي سيز هي اللي هي النيوكليتز. كيميكال نيتشر، الغلاف بتاع الاندوبلازم كريتيكولوم عباره عن يا جماعه دهون مرتبطه بالبروتين، فبنسميها لايبو بروتينز. بنسميها يا جماعه لايبو بروتينز. زي ما احنا شايفين كده الشكل يا جماعه، ادي الشبكه دي كده يا جماعه، بنقول عليها زي بنقول عليها بلايكيتد. ادي الفلطحه زي فاكرين النودلز قلناها العريضه، وادي عمليه الكونفليوشن او بنقول عليها البلايكيتد اللي هو الالتفاف الالتفاف الالتفاف. ودي هنا دي هنا نفس الكلام بس في شكل تيوبولار، بنقول عليها دي تيوبولار، وهنا دي نقول عليها اللي هو الجيب اللي بنقول عليها السيسترنا، وده السيسترنا. الفرق بين ده وبين الاندوبلازمك ده والاندوبلازمك ده ان دي عليها حبيبات الرايبوزومز فسميناها رف، ودي ما عليهاش حبيبات الرايبوزوم فاصبحت سموث، فاصبحت سموث. طيب عندي تو تايبس زي ما اتكلمنا، واحنا قلناهم الكلام بيجيب بعض ومش محتاج نقول تاني. عندي نوع بنقول عليه رف او جرانيولار محبب، ده بيبقى مغطى بالرايبوزومز وموجود في البيزر ريجون، موجود دايما بيبقى موجود هذا الجرانيول اللي هو الرف اندوبلازم كريتيكولوم موجود بكثره في الجو اللي هو المنطقه السفليه من الخلايا التي تتمتع او وظيفتها ان هي بتعمل
إخراج لمواد داخل الجسم، تفرز هرمونات، خلايا تفرز هرمونات، خلايا تفرز بروتين اللي هو المخاط اللي احنا بنقول عليها زي في الخلايا موجوده عندنا في الريسبيراتوري سيستم، خلاص موجوده عندي في الابر دايجستيف، تفرز برضه اللي هو الميوسين او اللي هو البروتين اللي احنا بنقول عليه المخاط، كل الحاجات دي. يبقى الخلايا الغنيه او وظيفتها تنتج كميات كبيره من سكريتوري ماتيريالز، يبقى دايما فيها يا جماعه فيها الرف اندوبلازميك ريتيكولار موجود فيها بكثر. في عندي الاجرانولار او السموس رف اندوبلازميك ريتيكولار، دي كلمه ديفويد يعني خاليه من الرايبوزومز اللي على سطحها، ودي بتبقى موجوده بكثره اللي هي السموس في خلايا الريتنا الشبكيه او اللي بنقول عليها البيجمنت سيلز، خلايا الشبكيه اللي هي بنقول عليها اللي بتدي اللي بنقول عليها الشبكه العصبيه للعين، وموجوده في الاسترييتد ماسلز اللي هو العضلات اللي انا بقول عليها اللي هي بتبقى مخططه، او العضلات اللي هي بتاع السكلتال بتاع الحركيه في الجسم. وزي ما بعيد الكلام يا جماعه، الفانكشن التركيب الهيستولوجي عباره عن حاجتين، تركيب وظيفه وموجود فين، تركيب وظيفة موجود فين، والرسمة بناء عليه ما تطلع بعد كده الباثولوجي، التركيب الغير طبيعي اللي انت درسته في الهيستولوجي طبيعي ولما تغير بقى شكله ايه. فاللي هي الباثولوجي الهيستولوجي بيبنى عليه الباثولوجي. طيب الوظيفة عندي ان انا عندي سيستم من تيبيولز وانتراسيلولر طرق بتعتبر باص ممرات لمرور الموليكيول داخل هذه الانابيب عشان تبدا تستخدم في انتاج البروتين اللي هي النقطه الثانيه، سواء جرانولر او الراف ده فور بروتين سينس. السموث بتستخدم بتبقى موجوده اكتر يا جماعه، وظيفتها تعمل كوندكتنج النيرف امبلس. زي لسه ذاكر السموث في خلايا الريتنا شبكيه العين اللي هي عباره عن شبكيه من الاعصاب، وجود فيها السموث بيسهل عمليه نقل الايه العصب النبضات العصبيه، فبتنقل المعلومه والوظيفه تبقى سهله في الخلايا العصبيه. يبقى انا كده خلصت الامر، السموث او الاندوبلازميك ريتيكولم سواء بالاثنين الرف والسموث ليهم وظيفه محدده، الرف بروتين سينس، السموث نيرف امبلس كوندكتنج نقل التيار العصبي، نقل يا جماعه التيار العصبي. بعد كده بنبدا نشوف تكمله للوظيفه، الرف اندوبلازميك ريتيكولوم بتعمل نقل ترانسبورتيشن للسبستانس ما بين النواه النيوكليوس والبلازما ممبرين والعكس من الانتيريور والاكستيريور، يعني تعتبر غير ان هي مصنع لانتاج البروتين، لا عباره عن انابيب نقل لهذه الماده البروتينيه من والى الخليه. تعتبر ستورنج، تعتبر مخزن للبروتين، يعني بتنتج وتخزن. الاندوبلازم كريتيكولم بيعتبر داعم لتكوين الاسترويدز اللي هو بيخش يا جماعه قاعده بناء هرمونات الجسم كلها، قاعده بناء عشان نعرفها بعد كده مستقبلا. الاسترويدز هي عباره عن قاعده بناء التركيب الكيميائي لبناء الهرمونات اللي بتنظم حركه الجسم ووظائف الجسم كلها عندنا. يبقى نركز على الوظيفه وعلى الشكل. طبعا هناخد الشكل بقى ونبقى مورس بالسيفك اكتر، احنا اتكلمنا ان جنرال على كلمه اندوبلازميك ريتيكولم، هناخد الرف على حده نتكلم عليه كلمتين صغيرين، والسموس على حده كلمتين صغيرين. الرف اندوبلازميك شكله ايه يا جماعه؟ ستراكشر كلمه برومننت، يعني برومننت يعني متواجد بصوره كبيره جدا بكميات كبيره في الخلايا اللي بتنتج ايه بروتينز، وتبدا تعمل تصدير واستيراد ليها لهذه الخلايا،
يبقى انا خلاص الامر عباره عن موجوده بروميننت يعني بكثره في الخلايا بتعمل لارج اماونت اوف ايه بروتين. وظيفتها كفرد ويز رايبوزومز. الرايبوزومز دي عباره عن ايه يا جماعه؟ مسؤوله عن البروتين سينسز والليبيد سينسز اند ترانسبورت. يبقى الاندوبلازميك ريتيكولوم بيصنع البروتين، الرف بيصنع ويخزن البروتين، وبرضه بيصنع ويخزن اللي هي يا جماعه الدهون. طيب ده شكل الكترون مايكروسكوب تحت. لو خدنا بالنا ادي الطبقات الماشيه هي اهو، الخطوط دي كلها تمثل خطوط شبكه الاندوبلازميك، والنقط اللي هي فيها التجاويف دي اللي تمثل الرايبوزومز، عشان كده قلنا دي الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. السموس نوت كفرد برايبوزومز. معلش رايبوزومز وظيفتها يا جماعه تصنيع الليبيد بصوره اكبر من تصنيع البروتين، ومسؤوله عن تكسير المواد الضاره او السامه في الجسم. السموس بيلعب دور في كوندكتنج يا جماعه النيرف امبلسز داخل الجسم. ادي شكل يا جماعه، ده ادي السموس، ده شكل اللي هو هنا تكبيري او دياجراماتيك، وادي السموس اللي هو بيبقى ما بيبقاش فيه الجرانيولز، بيبقى الويفز بتاعته ايه مش موجود فيها. النقط السوداء دي مش الرايبوزومز يا جماعه، بس ما حدش، دي نقط تبقى في الصبغات، ولكن ده جرانيول وده جرانيول اللي هي التجاويف دي اللي هي بتسميها الرف. السموس اللي هو الطبقات اللي هي باش فيها اي نوع من الجرانيول خالص، ده سموس. الاثنين مرتبطين ببعض. ده شكل النهائي للخليه بالنواه، وادي الرف اندوبلازميك ريتيكولوم زي ما انتم شايفين اهو، مرتبط بالنيوكليار انفلوب، وادي السموس برضو امتداده في شكل التيوبولار. ادي الميتوكوندريا باور هاوس، وادي جورج ابريتس، وادي الفيزيكال اللي بتحتوي على بعض البارتيكلز واللايزومز اللي فيها بروتينز سبستانس، ودي بعض الفيزيكال نتيجه الانجلفمنت للخليه، وادي طريقه الاكل والشرب او الاخراج بيسموها اكزوسيتوزيس للخارج او اندوسيتوزيس او فاجوسيتوزيس للداخل. ده الشكل يا جماعه، وادي النواه سواء نيوكليار انفلوب من بره، سواء النيوكليولس الصغيره والفيلمنت اللي موجوده جوه النواه، وادي السيتوسكلتون اللي انا قلنا عليها يا جماعه، اللي هي الفيلمنت واللي موجوده عندي اللي تمثل السبورت الهيكلي اللي بيحافظ على دعم السيل ممبرين ودعم الخليه كشكل انتجريت. يعني ده كده ملخص سريعا، لنتوقف عند الجولجي اباريتس عشان ما باش اطلت عليكم النهارده. يبقى احنا كده هنقف عند يا جماعه مين؟ الجولجي كومبلكس اللي هو الاورجانيلز الثاني من الممبرينس. خدنا السموس وخدنا الرف، وفي عندي الجولجي اباريتس، هو يعني ما فيهوش كلام كتير، يعني حاجه بسيطه تعتبر، بس ايه نأجله المره الجايه ان شاء الله. ونتمنى ما اكونش اطلت عليكم، وان انتوا تكونوا الى حد ما، في حد عنده اي اسئله قبل ما نقفل يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. طيب تحبوا نكمل السلامه النهارده ولا نخليها بكره اللي رايحه؟ بكره. لا يا دكتور، بكره افضل يا دكتور. بكره افضل يا دكتور، ما فيش مشكله اللي تشوفه يا دكتور. لا براحتكم انتوا، انا عارف بكره ظروف الطرق، الله اعلم بقى تعرفوا تيجوا ولا لا، لان الدنيا غرقانه. محاضرات ولا مجهول؟ والله اللي يقدر يجي المحاضرات هتشتغل، يعني لو في ناس من الصيف في يوم اللي هي مسافات الطرق بتاع هتلاقيها جات، فاي طالب هيجي هندي له المحاضره. بس انا كده انا هستكمل معاكم ان شاء الله بكره السلامه، ولو في فرصه ننجز شويه في الهيستولوجي عشان الوقت طويل شويه نبقى نتكلم فيه ان شاء الله باذن الله. يا دكتور لو سمحت، هو بالنسبه للناس اللي من المنصوره نقدر نيجي ولا نعمل ايه؟ والله انت شوف الطرق، يعني انا سلامتك اهم من اي حاجه، من اي حاجه. لو الطرق عندك كويسه تعالى، لو الدنيا اسال الناس زمايلك او اصحابك اللي مثلا سافروا او اي حد من قرايبك طلع على الطريق، لو الدنيا سالكه تعالى.
مش كده يا دكتور؟ طب لو عايز حضرتك نرد هو عندنا هنا يا دكتور الجو مش كويس خالص، فطب احنا كده نقدر نعوض المحاضرة اللي هتفوتنا ولا نعمل ايه؟ والله هنشوف برضو رأي الدكاترة بكرة إن شاء الله لو حد منهم جه، وهنشوف برضو وضعكم أنتوا لو جيتوا إيه. لأن هو كانوا قالوا على الجروب إن مفيش محاضرات بكرة. مين اللي قال؟ إحنا لغينا النهاردة مصطفى يا دكتور. لغينا، لا لغينا النهارده واستعدنا عنه بالاونلاين عشان خاطر ما يبقاش المحاضرات النهارده كان المفروض ايه؟ هتاخدوا 3 محاضرات اللي هو المصطلحات بالنسبه للاولى نظامي وهيستولوجي والسلامه اللي هو الاوكيوبيشنال هيلث سكيورتي، ده لكل الاقسام اولى نظامي واولى برنامج وكله وتانيات كلها. الهيستولوجي شرح على الزوم تمام يا جماعه. فانا بس النهارده اكسبشن، طبعا انا بكره اكيد في مواد تانية وبعده في مواد تانية حسب كل قسم في سنه تانية وحسب سنه اولى اذا كان بقى في ميكانيكا في كيمياء عضويه في حسب بقى المواد التانية ظروفها تمشي ازاي. فهنشوف. انا برضو يهمني سلامكم في المقام الاول، لو الدنيا مش متابعه يا ابني ما تجيش، تعالى على يوم الاثنين او الثلاث. والناس اللي هي مثلا برنامج بتظبط يوم ايامها على السبت والحد يبقى خلاص خدت المحاضرات تتعوض لها الاسبوع اللي بعده ان شاء الله، او لو الدكاتره تواصلوا معاكم في المواد مثلا اذا كانت ميكانيكا الدكتور محمد او حاجه تانية قدر يتواصل ده لكم محاضره الاسبوع ده يبقى انتوا تواصلوا معاه بحيث ان انتوا ما يروحش، ان الترم ده ضيق جدا جدا جدا. يعني ممكن تبص لها بدانا العمل 7/5 فهتلاقي نفسك كل الدكاتره عماله ترمي لكم بي دي افات وترمي لكم واجري اجري اجري وخلاص وهتلبس في الحيط. وده اللي حصل في السنه اللي فاتت مع كل الكليات مش انتوا بس. ماشي يا شباب، فنحاول بس ننجز الحاجه اول باول، وامانك في المقام الاول اهم من اي حاجه في الدنيا. تمام. شكرا لحضرتك دكتور، شكرا لحضرتك جدا. ربنا يحفظكم جميعا. وانا برضو عامل الفيديو هبعته برضو على الجروب ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك جميعا. شكرا. ربنا يكرم. بس ربنا يعزك بخير حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستعجل او فرنسي؟ يا جماعة هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة.